بسم الله الرحمن الرحيم. رجالة سنة تالتة إعدادي، بناتنا وشبابنا، ربنا يحفظكم من كل شر. حبايبي، أنت عندك في الوحدة الأولانية يا باشمهندس قانون مهم جدا، عمه فوزي زعلان، عين بتساوي فيه على زين، السرعة بتساوي المسافة على الزمن. قال لحضرتك الجوانب الهرم بتتناسب تناسبا طرديا، وقاعدة الهرم بتتناسب تناسبا عكسيا. بمعنى إن العلاقة بين السرعة والمسافة علاقة يا شباب، علاقة طردية. طردية يعني إيه يا حبايبي؟ بيزيدوا مع بعض او بيقلوا مع بعض. بينما العلاقه بالمسافه والزمن علاقه برضو طرديه، يعني بيزيدوا مع بعض او بيقلوا ايه مع بعض. بينما بقى العلاقه بين عين وزين علاقه عكسيه، ليه؟ اذا زادت السرعه يقل الزمن. تمام، يبقى هنا عمو فوزي يا شباب زعلان. في بقى بعض الحكم تخلي بالك منها جدا 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 يا باشمهندس. اول حاجه وانت بتحل اي مساله، عينك على وحدات القياس. عينك على وحدات ايه يا شباب؟ القياس. بمعنى عند حضرتك دلوقتي لو لقيت كيلومتر جنب اي رقم، تمام، بص يا باشمهندس، لو لقيت كيلومتر جنب اي رقم هقول ده عباره عن ايه؟ ده مسافه، متر مسافه، ساعه دقيقه ثانيه ده يبقى زمن، متر كل ثانيه، كيلومتر كل ساعه، يبقى قصدي به السرعه. خلي بال حضرتك جدا. يبقى اول حاجه ايه؟ عينك على وحدات القياس، ولا بد ان تكون وحدات القياس متطابقه. يعني كيلومتر على الساعه يبقى المسافه بالكيلومتر وزمن بالساعه. اتفقنا كده يا باشمهندس؟ لابد ان يكون هناك تطابق. ما ينفعش اقارن بين كميتين فيزيائيتين وهم ما لهمش نفس وحده القياس. تاني حاجه، لو لقيت كلمه منتظمه في عند حل اي مساله حط تحتها خط، هي والكلمه اللي قبلها. ليه؟ لان كلمه منتظمه ما بتجيش في المساله ببلاش. بمعنى يجي لك تحرك جسم بسرعه منتظمه، تحرك جسم بايه؟ بعجله منتظمه، احط تحت كلمه منتظمه خط، هي الكلمه اللي قبلها. ليه؟ لان يا فندم الكلمه دي مش جايه ايه ببلاش، لا دي ليها معنى كبير في حل المساله. وخلي بال حضرتك، اي رقم بعرف هو قصده ايه، معناه ايه من خلال وحده القياس بتاعته. يعني زي قلتها من شويه، لو كانت كيلو متر يبقى مقصود بيها مسافه، متر يبقى مقصود بيها برضو مسافه، متر على الثانيه سرعه، ولو ده ساعه او دقيقه او ثانيه هتبقى زمن. لو اداني رقمين احسب الثالث. بمعنى ما معنى قولنا ان سياره تتحرك مسافه قدرها 600 كيلومتر في 6 ساعات؟ هنا اداني مسافه وزمن. العلاقه بين المسافه والزمن هي عباره عن ايه؟ السرعه، اي ان الجسم يتحرك بسرعه في عين بتساوي فيها على زين، هتساوي 600 على 6 هتساوي 100 كيلومتر كل ساعه. اتفقنا كده يا شبابنا؟ ربنا يحفظكم من كل شر. سلام.